التواصل يستمر والانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. شوط يبدأ وشوط ينتهي وانطلاقة تبدأ في هذه اللحظات مع الجعدان. شوطنا الثامن عشر بمجموع الأشواط والخاص بأشواط الانتاج والمنتجين. مباشرة نتقدم مع الصدارة وضاح المركز الأول علي بن خليفة بن خميس لغويص السويدي يتقدم على المركز الأول. رعد على المركز الثاني، عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الأحبابي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات شعار حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي القادم على المركز الثالث والمركز الرابع. مرحب سالم بن حمد بن جذوه العامري المركز الخامس. وصول من سمحون مبارك بن سالم بن محمد بن هدفه العامري القادم على المركز الخامس. سادس المراكز نتابع في هذه اللحظات. الباهر سعيد بن شطيط بن سعيد الكتبي يقدم الباهر على المركز السادس او الخامس. سادس المراكز من عمق الميدان نتابع التسللات في هذه اللحظات من قبل القادم والمتقدم. نتابع في هذه اللحظة المركز السادس. نتابع المركز السادس الذيب لنايد بن مسلم بن زفنة، وكذلك الوصول من الشميمي سعيد بن شطيط بن شلبود الخيلي. وصل الصعب لزيم، وصل في هذه اللحظات لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. وصل كذلك شعار سالم بن احمد بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الثامن. تاسع المراكز ياتي غزوان محمد بن مسلم بن هيه العامري يقدم غزوان. والمركز العاشر مشكور محمد بن سلطان بن محمد العرياني. هكذا هي النتيجة اقترابنا في هذه اللحظات من الكيلو متر الأخير. الباهر غير الباهر سعيد بن شطيط الكتبي يتقدم مع الباهر. رعد على المركز الثاني عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الاحبابي والقادم عدامه قادم حسن بن عبد العزيز. هنا حسن بن عبد الله بن غليطه الغفلي ابو عبد العزيز قادم. وكذلك الوصول من اصيل بدر بن عبد الله بن حارب الدرع يقدم اصيل. والغزال منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري والشميمي سعيد بن شطيط بن شلبود الخيلي قادم على المركز الخامس. ولكن اعود الى الصداره الى المقدم الباهر على المركز الاول. سعيد بن شطيط من سعيد بن محمد الكتبي يتقدم على الصداره بالعامري ل 400 متر الاخيره. الدرع قادم بن سالمين راعي الغزال منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري راعي العشوة على المركز الثاني. ولكن بالعامري ما شاء الله. الباهر والشويب سلام يا الشويب سلام. الباهر بالرقم واحد روح بأول المراكز. تهانينا والناموس لسعيد بن شطيط بن سعيد بالعامري نكتبي. تهانينا والناموس. المركز الثاني الغزال لمنصور بن سعيد بن سالمين. المركز الثالث شعار بدر بن عبد الله بن حارب الدرعي. والمركز الرابع شعار حسن بن عبد الله بن غليطه الغفلي. المركز الخامس وصل ملبي لاحمد بن محمد بن سالمين بن مبارك العامري. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الباهر خاطفا شوطنا الثامن عشر من اشواط الانتاج والمنتجين. 4:33 جزء واحد من الثانية. وسلاماتنا
من المرموم إلى الشويب، سعيد بن شطيط من سعيد بن محمد بالعامري لكتبي تهانينا والناموس لخيار عي الباهر. المركز الثاني 4:34 من الثانية، هذا الغزالي منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري راعي العشواء. المركز الثالث 4:35 من الثانية، هو توقيت أصيل لبدر بن عبد الله بن حارب الدرعي أحد ضيوفنا الكرام من السلطنة. تهانينا والناموس للجميع.